كما كتعرفوا في ميدان الطاقة المتجددة اليوم ركمنا واحد القدرة إجمالية تقريبا ديال 4.6 جيجاوات، غادي نحد منها غير الطاقة الشمسية اللي 852 ميجاوات، استثمار كان فيها تقريبا 30 مليار ديال الدرهم. استثمرنا المغرب استثمر تقريبا 60 مليار ديال الدرهم في مشاريع الطاقة المتجددة منذ انطلاقة الاستراتيجية الطاقية الوطنية في 2009، وعلى سبيل المثال فقد تم تطوير أكثر تقريبا 50% ديال مشاريع الطاقة الريحية من طرف الخواص. المخطط ديال التجهيز الكهربائي الوطني اليوم بغينا نسرعوا هذه الوتيرة، نسرعوا الوتيرة ديال الاستثمار في الطاقات المتجددة، نسرعوا الوتيرة ديال الاستثمار ديال القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، ونسرعوا الوتيرة ديال الاستثمار أيضا في الشبكة باش نعززوا الطاقات المتجددة. فبعد واحد الاشتغال مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، الكهرباء والماء صحيح الشرب، برمجنا إنجاز قدرة إضافية ديال 9.6 جيجاوات ما من حتى 2027. القدرة الإضافية ديال اللي زايدة في اللي فيها الطاقة المتجددة تقريبا 7.5 جيجاوات، واحد الاستثمار اللي كينهز 75 مليار ديال الدرهم، وطبعا هذا الشيء بدون ما ناخذ بعين الاعتبار مشاريع ديال الهيدروجين الأخضر، المشاريع ديال تحلية مياه البحر اللي هي وإزالة الكربون من الصناعة الوطنية إلى آخره.